مشاهدينا، المشاهدين برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث نهار الأحد 31 تموز يوليو 2022. بسعدنا رحب بضيفنا باستوديو المدير العام السابق لوزارة الإعلام محمد عبيد. صباح الخير. أهلا محمد. صباح النور. يعني حضرتك المطلع الأساسي في ناس سميك على ملف ترسيم الحدود. كل خبايا هذا الملف لوين وصلنا، خصوصا اليوم مع وصول الوسيط الأمريكي هوكستاين، وبنفس الوقت أثناء تواجدنا هون كان في إعلان من قبل الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية حزب الله عن شريط مصور سوف يعرض بعد قليل وستنقله قناة الجديد. ما بنعرف تفاصيل هذا الشريط، شو المضمون أساسا لهذا الشريط، لكن طبعا سنكون خلال هذه الحلقة ببث مباشر لحظة عرض شريط الإعلام الحربي من المقاومة الإسلامية حزب الله. خير خير على طول، يعني انا وعبقول خير، فبحس كل بحس الناس كلها عم تقول زيت الوقت، لانه يتزامن هذا الموضوع مع وصول هوكشتاين مع التصعيد اللي يبدو رايحين له بوقت دولي ورسميا الكل عم بيقولوا نحن ذاهبون مجددا الى المفاوضات غير المباشره او المباشره بشكل او باخر. طبعا موقف حزب الله موقف كان واضح مؤخرا، لأنه كان دائما أنه بيقول أنه هو خلف الدولة اللبنانية، الدولة بمعنى السلطة القائمة عمليا اللي هي جزء أساسي منها أن حلفاء للحزب، على اعتبار أنه كانت المفاوضات أخذ مسار تنطلق من أو على أساس الأحداثيات الخط 29 واللي تضمن للبنان مساحات واسعة ومهمة جدا، وهي حق للبنان وفق الترسيم اللي اعتمد، وبالتالي كان الحزب مرتاح عمليا في هذا الموضوع. مؤخرا بعد المماطلة اللي اعتمدها الإسرائيلي ومعه ومن خلفه أو أمامه حتى في بعض المحطات الأمريكي، تغيرت المعطيات كثيرا بكل صراحة. اللي صار انه الاسرائيلي والامريكي كان عم بمرجح اذا صح التعبير بلبنان، والسلطه كانت غائبه ونايمه يعني، وكنا كلنا وكل المهتمين بالموضوع عم بحطوا على صفحاتهم تتبع مسار السفينه اللي وصلت واللي كانت معملها البلاتفورم المنصه اللي بدها ترسي عليها على اطراف او بجزء من حقل كريش، على أساس أنه بده يبلش الإسرائيلي الاستخراج بأول أيلول. ولبنان لحد اليوم لم يتوصل إلى أي حل في موضوع الترسيم مع كيان العدو، وبنفس الوقت لبنان ممنوع من المسح والتنقيب والاستخراج، لأنه احنا بعدنا ما وصلنا للمراحل الأولى اللي هي المسح. كان من الطبيعي، وأنا بعتقد تأخر حزب الله في التحرك بهالموضوع، لأنه كل المعطيات كانت عم تتوفر له من كثير من أصدقائه حول موضوع تأخر مسار الأمور. تأخر لأنه كان بعده مراهن على أنه هذه السلطة ممكن أن يكون عندها شيء من الحس الوطني اللي يؤهلها بأن تحفظ حقوق لبنان، لدرجة أنه سماحة السيد نصر الله قال هذيك اليوم بإحدى المقابلات التلفزيونية أنه هذه السلطة يعني عاجزة، لأنها أشخاصها يخافون على أنفسهم وعلى عائلاتهم من العقوبات الأمريكية. طب هذا اعتراف واضح بأنه هاي السلطة عاجزة. فأنا بعدني لليوم بستغرب أنه لماذا حزب الله ما لم يتحرك بالمعنى الفعلي لحد اليوم. شو يعني الفعلي؟ غير موضوع الفعلي لازم يعمل الحزب إشارات، وما بعرف إذا هيدا الفيديو هلأ اللي راح يسربوه جزء من الموضوع، بس لازم يعمل تحركات ما، لأنه خلص هذه الدولة تقع تحت الضغوط الأمريكية. شوفي يعني بس حضرتك لوين عم بتقول لوين هيدا الكلام. شوفي لوين وصل الصلف الأمريكي، بأنه السفيرة الأمريكية بتنزل بتحضر جلسة تشريعية وتشرف على هذه الجلسة وعلى القوانين التي تقار فيها وتديرها على الواتساب مع النواب الموجودين تحت. بس طيب نجي بنقول بعدين بنقول بدنا نطلع الأمريكان من مفاصل الدولة. طيب بس نواب حزب الله ما كانوا بهالجلسة التشريعية اللي سقط فيها اقتراحين متعلقين بالحدود وخط 29، اقتراح مقدم من النائب حسن مراد واقتراح مقدم من النائب بولا يعقوبيا، ما صوتوا عليهم. انا ما احترامي لهم، شو بيعني انا ما احترامي لهم وما بدي زايد عليهم، بس انا كنت بطلع من الجلسه. طيب. لانه هاي جلسه تشريعيه
معلش ما يزعلوا مني خصوصا خينا الحاج بس بالإذن محمد. منك أستاذ محمد ننتقل إلى بث الشريط المصور من المقاومة الإسلامية. اللعب بالوقت غير مفيد. إذن هذا هو الفيديو، ويعني بدي أترك لك أكثر أستاذ محمد تعلق على هذا الفيديو، بس بحسب ما فهمناه بأن السفن الثلاث الحفر والإنتاج والاستخراج هن بمرمى صاروا لحزب الله وللإعلام الحربي بحسب ما شفنا بهذا الفيديو. تفضل اشرح لنا. شيء كثير عظيم وأنا أؤيده بالكامل والمطلق، لأنه هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، والأمريكي لا يفهم إلا لغة القوة والتهديد. للأسف كان المطلوب من الأمريكي أن يكون أكثر نزاهة في الوساطة وأن يحفظ حقوق لبنان على اعتبار أنه وسيط، إنما هو تصرف كطرف مع الإسرائيلي. بس حضرتك بدنا نشوف الفيديو بالأول لنشوف تعليق عليه أول، يعني أكثر لنوضح للناس. يعني واضح هو في المرمى وبأنه عم بيقولوا لهم نحن راصدينكم، ولم يأتي لحظة الاستهداف، لكن هذا إعلام حربي يعني ينقل عن حزب مسلح وقادر بكل معنى الكلمة. إذا بتشرح لنا فعلا، رح نشوف الفيديو بذات الوقت، تشرح لنا حضرتك شو الرسالة اللي بده يوصلها حزب الله. الرسالة اللي بدي يوصلها حزب الله أنه إذا لم يأخذ لبنان حقوقه من خلال التفاوض غير المباشر، المقاومة جاهزة لنيل هذه الحقوق من خلال منع العدو من أن يقوم بالاستخراج والاستثمار في الثروات الموجودة في بحر فلسطين المحتلة. هذه الرسالة. يعني أعطاهم وقت محدد اللي هو الاستخراج لنهاية آب. أهمية يعني من هون لنهاية آب المفاوضات لازم تصل لمكان أهمية معين. أهمية هالموضوع أنه هذا الموضوع رح يلاقيه بوجه أمس هوكشتاين. المشكل مش هون، برجع بقول المشكل مش هون. يعطيهم العافية مجاهدي المقاومة، من حييهم، وهذا إنجاز بطولي أنه تكون هذه السفن في مرمى صواريخ المقاومة. المشكل مش هون، المشكل أنه بدنا سلطة بالتعبير الدارج عندها ركاب. هلأ قد ما بخاف الإسرائيلي هني بخافوا، لأنه هني عندهم حسابات مع الأمريكي تتعلق بمصالحهم
تتعلق بخوف من العقوبات، تتعلق بخوف على أولادهم وزوجاتهم وعيالهم، وبالتالي المقاومة بمكان عالي جدا من التحدي والقدرات، والسلطة السياسية بمكان يعني متدني جدا على مستوى القدرة على التفاوض السياسي. لأنه بعدنا لحد اليوم بس تسمع المسؤولين، بدل ما نرجع نحيي فكرة الخط 29 ونعدل المرسوم 6433 على 2011 ونوديه على الأمم المتحدة، عم نلعب لعبة شو؟ حقل قانا مقابل حقل كريش. هذه معادلة سخيفة. حقل قانا هو حقل محتمل، هو حقل غير واقعي الإسرائيلي، يعني نحن هذه تقديرات إنه موجود فيه وليس كميات من وليست نتيجة مسح جغرافي لهذه المنطقة، مش نتيجة مسح جغرافي، هذا حقل محتمل. بدهم يعطوا للإسرائيلي أو بدهم ياخذوا من الإسرائيلي. إذا منحط الخريطة تبع لحقوا الخطوط الثلاثة أصدق ما بوان، يعني بدهم يعطوا، بدهم من الإسرائيلي يعطينا 20 كيلومتر اللي هي المساحة الافتراضية لامتداد حقل قانا، وبده مقابلهم الإسرائيلي 300 كيلومتر. يعني الإسرائيلي اللي كان معه، نعم اليوم الإسرائيلي شفت كيف منحرف الخط باتجاه هوف، هودي 300 كيلومتر مربع. عم تحكي حضرتك عن أي خط فيهم؟ 23 ولا الخط 23 اليوم أنه هاي النقطة الخضراء هذه ما تبقى من حقل قانا، هذا مفترض هيك أو احتمال خارج هاي، هي لا تتجاوز مساحتها 20 كيلومتر. بيرجع بينحرف الخط صعودا إلى خط هوف، بياخذ الإسرائيلي 300 كيلومتر. نحن كنا عم نطالب ب 1430 كيلومتر مربع، بكون أخذ منا الإسرائيلي 1710 كيلومتر مربع. هذا الطرح اللي هلأ موجود، وهذا اللي عم بفاوض عليه. واليوم بلشت تتسرب خبريات أنه هيدي المنطقة تبع حقل قانا بده تعويض مالي عليها الإسرائيلي. لذلك المقاومة في موقع تحدي عالي جداً، والسلطة السياسية في موقع تفاوضي متدني جدا. إذا حضرتك عم بتقول هالكلام، يعني حضرتك اليوم عم تنقل هذه وجهة النظر بوقت من هو مفوض من قبل المقاومة سياسيا وحزب الله هو رئيس نبيه بري. يقول الرئيس نبيه بري مبارح العودة إلى الناقورة أفضل من الذهاب إلى مكان آخر، مكان آخر الكل بيعرف أنه هو التصعيد العسكري. الأمور غير بعيدة للتوصل إلى حل يعيد استئناف المفاوضات وفقا لاتفاق الإطار، أي التفاوض على ترسيم الحدود من دون الدخول في خطوط وحدود. يعني هون شو بيقول عم بيقولون رئيس بلير؟ رجعوا روحوا على المفاوضات، رجعوا رسموا من أول مجديد. بيرجع شو بيقول؟ لبنان يريد حقل قانا كاملا، يا كله يا بلي. طيب هيدا اليوم الرئيس بري اللي عم يحكي، مش إنه حدا ما قاله عليه ما احترامنا له. هيدا حكي لا ينم عن معرفي بتفاصيل هذا الموضوع على المستوى التقني وعلى المستوى الحقوق وفقا لقانون البحار الدولي. اليوم عمليا قلنا معادلة قانا مقابل كريش معادلة سخيفة لا قيمة لها. نحن عم نحكي عن خسارة 1430 كيلومتر مربع، ما عم نحكي عن خسارة، نحن ما عم نحكي عن خسارة والله 20 كيلومتر أو 300 كيلومتر بس. وبالتالي هاي المعادلة معادلة أولا لا قيمة لها. التفاوض وفقا لاتفاق الإطار، شو بقول اتفاق الإطار؟ خلينا نحط صورة نقطة رأس الناقورة. نقطة رأس الناقورة اللي هو ماب 3. نعم اليوم نقطة رأس الناقورة. طيب هاي نقطة رأس الناقورة، إذا بدنا نرسم وفق هاي النقطة عمليا نحن منكون عم ناخد الخط 29. الإسرائيلي وقت عمل الخط واحد تراجع لورا لحتى اللي رسم الخط واحد. اليوم اتفاق الإطار يتحدث عن خط بحري موازي لخط الأزرق على البر. يعني خسارة لبنان جزء من حقوقه بالبحر وبالبر، لأنه نقطة رأس الناقورة هي النقطة البرية لحظة التي تلامس البحر. وهذا شيء مخالف للمادة الثانية من الدستور اللي بتقول لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه. اتفاق الإطار بيحكي، ما بيحكي عن الحدود المعترف بها دوليا،
بيحكي عن الخط الأزرق، وبالتالي من نروح على ناقورة لنتفاوض على أساس الخط الأزرق هذا كلام غير منطقي وغير واقعي صراحة. حضرتك عم تقول غير منطقي. اليوم الوفد التقني اللي يبدو في اتجاه أنه يكون الوفد هو شبيه بالوفد اللي كان موجود سابقا، ويقول الرئيس بيري بالأمس أن الرؤساء الثلاثة اتفقوا على الوفد، وبحسب المعلومات بأنه الوفد هو رح يكون وفد تقني شبيه بالوفد الذي كان يفاوض سابقا. طيب اليوم هذا الاتفاق صاير، البعض عم بيقول أنه حزب الله عم بيهول صراحة لأنه المفاوضات الإيرانية الأمريكية واقفة، وعم يستخدموا من هالوراق ورقة القوة اللي اسمها الحدود البحرية اللبنانية، بس لحظة الجد رايحين على مفاوضات مش رايحين على حرب. نحن أول شيء لا شك أي عمل بقوم فيه حزب الله، لنكون صريحين وواقعيين وموضوعيين، أي عمل ممكن حزب الله يقوم فيه هون على مستوى المواجهة مع العدو الإسرائيلي وعلى مستوى المواجهة مع المشاريع الأمريكية ستستفيد منه إيران وستستفيد منه سوريا ويستفيد منه كامل محور المقاومة، هذا ما في شك بهالموضوع. وبالتالي من حق هلأ أنا بهمني حزب الله شو رح يعمل فيما يعني الموضوع اللبناني. المشكل برجع بقول الهوة القائمة بين قدرات حزب الله على تهديد العدو وعلى تحدي العدو، والفيديو اللي شفناه خطير جدا وبعتقد لازم العدو ينظر له نظرة كتير جدية على أنه على أنه ما بيقدر يعمل شيء، وعلى أنه ممكن تتدمر كل ما بناه خلال 13 سنة ممكن يتدمر بلحظة، وما بين الهوة كبيرة وما بين موقف السلطة الوطني التخاذلي، السلطة عفوا اللبنانية التخاذلي اللي يصل إلى حد المؤامرة على حقوق لبنان. إذا منحط ببلد فيه هذه القوة اللي اسمها حزب الله رح يقتنعوا العالم أنه نحن موقفنا الرسمي تخاذلي، لو أنه تخاذلي ما بيطلع الأمين العام لحزب الله يقول نحن خلف الدولة، اللي بيعتبر موقفنا الرسمي تخاذلي ما بقول نحن خلف الدولة. كانت خلف الدولة. امبارح أنا سمعت نائب أمين عام حزب الله سماحة الشيخ نعيم عاصم عم بقول نحن نتكامل مع الدولة، نتكامل مع الدولة إذا كانت هذه الدولة ماشي بنفس المسار اللي ماشي فيه المقاومة. لقلك شغلي، إذا حزب الله وافق على ما تقوم به السلطة أو ما وافق، أنا من الأشخاص اللي ما بيعنيني هذا الموضوع، بيعنيني أمر واحد كوني تعمقت في هذا الملف أنه هذا الموضوع أي تنازل فيه ومسايرة فيه للسلطة تحت عنوان جيبوا اللي فيكم تجيبوه، وأنا عندي هاي القدرات بالمقاومة، أنا بعتقد هذا بكون خسارة لحظة، هذا بكون خسارة كبيرة للبنان. إذا بنرجع للملحق رقم 2 باتفاق 17 أيار والخارطة اللي رسمها هذا الاتفاق، عنا إياها هذه الخارطة عنا إياها بماب 5. هذه الخارطة اللي بوقتها يعني يقال بأنه على أساسها بني اتفاق 17 أيار ومتى له من بنود. هذه خارطة افتراضية أوكي، بس هذه مبنية على الملحق النص الموجود رقم 2 باتفاق 17 أيار. النص كمان عنا إياه بالإنجليش تكست. طيب بقول يحدد إحداثيات الخط البحري الذي يقع تحت سيطرة لبنان، وهو خط يقع جنوب الخط 23 ينطلق من رأس الناقورة وموازي لخطوط العرض يمتد لمسافة 8 كيلومتر. امتداد هذا الخط غربا، يعني إذا ضلينا ماشيين بالخط اللي مرسوم بيعطينا أكثر من الخط 29، وبحط كامل حقل كاريش تحت سلطتنا وجزء من حقل تنين ضمن المنطقة الاقتصادية. بدنا نرجع على الخريطة بليز محمد المخرج. أوكي. يعني عمليا اللي كان ممكن ياخده لبنان باتفاق 17 أيار أحسن بكتير، ونحن كانت إسرائيل مجتاحة 3/4 لبنان ومسيطرة عليه وعندنا قوات متعددة جنسيات، كان أحسن بكتير من اللي عم بتحصله هاي السلطة اليوم. وعندنا نحن بعد ما يسميه حزب الله اليوم 40 ربيعا من المقاومة
ومن التحدي والانتصارات ضد العدو الإسرائيلي. يعني حضرتك عم تقول للناس هيدا الخط هو خط مرسوم باتفاق 17 أيار وأسقطوه بست شباط اللبنانيين بالانتفاضة الشهيرة. لا عشان نكون دقيق. جزء منه. وعم بتقول كان بوقت عطينا أكثر ما نحن اليوم. كنا نحن أخذين أكثر ما كان عطينا. ليش؟ لأنه بعد الإسرائيلي كان هم الإسرائيلي وقت التطبيع إخراج لبنان من معادلة الصراع مع العدو الإسرائيلي. وكان بعد ما في اكتشافات لحقول النفط والغاز وبالتالي كانت منطقتنا الاقتصادية الخالصة كدولة لبنانية كلبنان كوطن أكبر بكتير من اللي هلأ عم بتطالب فيها السلطة. شو هالمعادلة اللي بعد 40 ربيعا أنا قادر أني عندي صواريخ بحرية 40 ربيعا على انطلاق المقاومة الإسلامية طبعا قادر هدد عندي صواريخ قادر هدد العدو الإسرائيلي بالبحر وخليه ما يستخرج ولا ينقب ولا بعد يمسح مناطق جديدة لاستخراج النفط والغاز. وبنفس الوقت عندي سلطة متخاذلة إلى حدود أنها تفاوض على الحد الأدنى مش على الحد الأقصى. لأنه البعض يقول إنه المفاوضات على الحد الأقصى طيرت المفاوضات كمل الطير. الإسرائيلي شغل الطير. بلش رح يستخرج النفط ونحن بس عم نعلي سقوف من دون واقعية التفاوض. مين اللي عم بحط لا لا الحل الحل من نقطتين سهلتين. اليوم ما بعرف ليش مجمد عنده وزير الدفاع الحالي العميد موريس سليم ليش مجمد عنده المرسوم تعديل المرسوم 6433. بتعرفي كل ما تيجي حكومة جديدة هاي الحكومة شو بتعمل؟ بترجع تستعيد المراسيم وبترجع بتوزعها على الوزراء. سئل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية عن المرسوم كمان قال انه هذا الموضوع موجود عند وزير الدفاع. طب بس رجعنا لحظة محمد للوزراء بدنا نحصل حقوقنا او بدنا نقول نحن ضعاف والأمر الواقع بهذا الفيديو اللي شفناه وبالخطابات اللي بقولها سماحة السيد وقيادات حزب الله الذين نثق بهم فيما يعني المواجهة مع العدو الإسرائيلي في موضوع المقاومة وحماية لبنان والدفاع عنه. إذا نحن بهذا الموقع القوي ما بنعمل تنازلات منروح على تعديل المرسوم منبلغه للأمم المتحدة ومنترك المقاومة تلعب دورة صراحة في الضغط النفسي وفرط أعصاب العدو لحتى يتوقف العدو. أنا بعتقد بعد هاي الفيديو اليوم كمان فتحنا صفحة جديدة. يقول اللي بده يا حزب الله أنا يقول اللي بده يا حزب الله. الدولة اللبنانية المفاوضات أستاذ محمد هو يقف خلف الدولة اللبنانية في طيب. منطق اليوم بيقول إنه رئيس الجمهورية يعلن بأنه نحن خطنا أو حدودنا 23 و29 هو للتفاوض من دون ما يكون بالتنسيق مع حزب الله. عم نحكي عن الرئيس العماد ميشيل عون ما عم نحكي عن حدا على خصومة مع حزب الله. هيدا منه بقى يعني مثل اللي عم يتخبى وراء أصبعه. لا هذا سؤال بجاوبه عليه حزب الله مش أنا ما يعنيني أنه أنا شايف أن أزمة الحزب في هذا الموضوع أنه هذه السلطة اللي هي عم بتفاوض واللي هي عم تتنازل عن حقوق لبنان هي سلطة حليفة له أعاد إنتاجها في الانتخابات الماضية متمسك فيها على الآخر. وبالتالي مشكلة حزب الله وأزمته أن هذه السلطة ليست سلطة الرئيس أمين جميل بال83 اللي واجهها. مش هيك وبالتالي طيب ما نحن متفقين على هاي المنطق عشان هيك عم ندعو إلى أن يمارس الحزب الضغط اللازم مش بس على الإسرائيلي من هذيك الجهة ولا على الأمريكي لأنه هلأ هايدي يعني قنبلة متفجرة في وجه آموس هوكشتاين مع وصوله اليوم إلى لبنان الفيديو اللي شفناه أن يمارس هذا الضغط أيضا على السلطة لتعديل المرسوم وللعودة إلى التفاوض على أساس الخط 29. بمن تثق بالمفاوضات؟ الجيش؟ بالوفد اللي كان وبالأداء اللي كان عم تعمله قيادة الجيش بشخص أنا بمعلومات رسمية في سميها وصل لي هلأ بأنه بتاريخ 16/4/2021 أرسل قائد الجيش العماد جوزيف عون اقتراح
إلى قصر بعبدة لرئيس الجمهورية، ماذا يقول فيه؟ يقترح الفريق المفاوض على الرئيس خط جديد غير الخط 29، وهذا الخط يغطي حقل قانا للبنان وكاريش لإسرائيل، وما يفاوض عليه لبنان هو ما يقترحه الفريق التقني، وعلى رأسه ضابط من الجيش اللبناني وهذا موثق، وكل ما يتم التفاوض عليه اليوم هو بتوافق كامل داخلي، بمعنى بأنه هذه الوثيقة تؤكد بأنه مش 29 هو الخط، هيدي وثيقة مرسلة من قائد الجيش عماد جوزيف عون بتاريخ 16/4/2021. أنا ما بدي أعرض وثيقة رسمية على الهواء، بس هيدا عم بقول لك مصدر رسمي. خليني أقول لك، لأنه يعني كمان قصر بعبدة ورئيس الجمهورية منه مضطر يتحمل هذا الموضوع، بقول أنا بعهدي عملت الترسيم، أنا رجعت على المفاوضات، أنا بعهدي شكلت وفد من الجيش اللبناني، وما حأحمل يجي يقولوا لي أنت اللي عم بتفرط بحقوق لبنان، حقوق لبنان أنا ماشي عليها وفقا للوفد التقني والجيش اللبناني. يقول اللي بده إياه. خليني أقول لك، اليوم السلطة السياسية، أنا مش عم برر بس أنا عم بعرف كيف صارت الأمور. السلطة السياسية هي اللي بتقرر شو بدها. لما بتجي السلطة السياسية بتقول لمصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني، راح أشرح لهم إياها أنا أكثر، بتقول لمصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني أنه بدنا تعملوا لنا خط غير 29، لأنه الإسرائيلي مش راح يقبل ناخذ نص حقل كريش، وبالتالي حقل خط يكون نقدر نفاوض عليه ويكون مقبول من قبلنا ومن قبل الإسرائيلي. طيب. فقام هذه مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني ورسمت الخط يعطي هاف افكت، يعني نص تأثير، 50% تأثير لصخرة تخلت، وبالتالي صار هذا خط جديد أعطي رقم 27 بعتقد بين الطرفين، يبقي حقل كريش للعدو وبيعطينا نحن، مش قصة حقل قانا، حقل قانا شغلي لا قيمة لها، برجع بردد، بس بيعطي لبنان زيادة عن الخط 23 حوالي شيء 800 كيلومتر من أصل 1430. طيب. وبالتالي طلبت السلطة السياسية من مصلحة الهيدروغرافيا، هم رسموا لهم هذا الخط، قالوا لهم بدنا خط نقدر نحن إذا تمسكنا فيه يكون ما نكون أخذين من حقل كريش ونكون قادرين ناخذ أكثر من مساحة الخط 23، فمصلحة الهيدروغرافيا بشكل تقني رسمت هذا الخط وقدمته للسلطة السياسية. ما يلتفوا على الأمور، لأنه معلش عم يحكوا مع حدا، أول واحد اتصل فيه رئيس الجمهورية وبعت وراي وفرجاني برزنتيشن على الخط 29، منين أنا بعرف هالقصة كلها؟ ومنين فت على هالموضوع كله؟ من رئيس الجمهورية على أساس الخط 29، وفجأة صار معتبره خط تفاوضي، وليوم اعتبره خط تفاوضي إلا بعد ما وضع جبران باسيل على العقوبات ووضع علي حسن خليل على العقوبات، وبعدها بلشنا نحكي بالتراجعات في موضوع التفاوض. شو قصدك؟ إذا ما خافوا، مش أنا اللي قلت، سمعت السيد قال. شو قصدك؟ خافوا من العقوبات، ولا بالعكس بلشوا يقولوا بدنا نعمل هيدا يعني الكاموفلاج إنه نزلوا العقوبات نرجع نتراجع. طبعاً خافوا. فعشان ما تمتد العقوبات بشكل أوسع للمحيطين فيهم، لزوجاتهم وأولادهم وأبنائهم وكمالة الحاشية، فبلشوا يفاوضوا. بعد شوي ما عاد عاجبهم الوفد العسكري. طيب ما انتم ركبتوه للوفد العسكري، مين غيركم ركبوا؟ وانتم كنتوا عم تعطوه تعليمات، وبالجلسه وقبل يوم من الجلسه الخامسه اللي راح فيها الوفد على الناقوره، وهو موجودين اعضاء الوفد كلهم وعلى راسهم العميد بسام ياسين والعقيد مازن بصبوص والدكتور نجيب مسيحي، موجودين كلهم بعت وراهم رئيس الجمهورية وقال لهم التفاوض بناء على هذه الدراسة اللي هو طلبها، قال لهم التفاوض ما بين 29 و 23. بس أموس هوكشتاين لما نقلهم للمسؤولين اللبنانيين بيقول لهم، ليش وقفت؟ بيقول لهم وقتها بأنه أنا أخذت، بس تقول لك حد يعني شو عم بينقال كمان بالجهة المقابلة، أنه بيقولوا أنه أموس هوكشتاين قال له لرئيس الجمهورية أنه أنا
من رئيس الوفد المفاوض وحتى من قائد الجيش قالوا لي انه الخط 29 هو خط تفاوضي وليس حدود لبنان. يعني انتم عم تجوا تعملوا علينا بمعنى ما عنتريات، انتم متفقين انه هو خط تفاوضي ما انه خط حدودي، فهذا الموضوع بده يصير اسقاطه. هيدا آموس هوكشتاين نقلوا عن قائد الجيش وعن رئيس الوفد المفاوض. انا ما بصدق ولا بصدق حدا من هودي. أنا اليوم في جلسة صارت ومصورين الأمريكان وحاولوا حكى عنا شرحها العميد ياسين، شرحها العميد ياسين عندكم مش هيك؟ بناء على شو؟ بناء على اللي كان طلبه رئيس الجمهورية، أنه كيف فينا نحن نتجاوز فكرة أنه ناخد جزء من حق الكريش ونعطي شوية أفكت تأثير لصخرة تخلت. فطلعت هذه الدراسة أنه منعطيها 50-50 منكون نص بنص. يبدو هيدي الوثيقة اللي حكيت عنها، بس لحظة لأنه في كمان توضيح مصدر شو بدي أقول مطلع كمان على موضوع الترسيم، بيعتبر بأنه الوثيقة اللي تحدثنا عنها واللي أرسلها قائد الجيش هي وثيقة مجتزأة، فبحسب هذا المصدر فإنه بحسب الوثيقة التي أرسلها القائد العماد جوزيف عون هي تشترط أنه للحصول على حق القانا يجب أن نعدل المرسوم 6433 ونضع الخط 29 في الأمم المتحدة، وبناء عليه بيصير أنه مثل ما ذكرت سابقا بحسب الوثيقة اللي هو أنه يكون خط جديد غير الخط 29، أنه نحفظ حقنا ومنذهب إلى خط جديد. هيدي بحسب مصدر مطلع غير طبعًا يعني طبعًا. هلا بده يصير في حكي كتير، هذا مش هذا المهم. نحن عم نحكي وقائع وعم نقول وعم نقدم خرائط. السؤال الثاني الأهم، نحن اليوم كنا عم نفاوض على ترسيم الحدود، صرنا هلا عم نفاوض على توزيع الحقول. سنة 2013 إجا على لبنان آموس هوكشتاين وطرح فكرة توزيع الحقول والشراكة الاستثمارية في بعض الحقول المشتركة، وهذا اللي هلأ عم بحققه من خلال المفاوضات. بدك تروح على المفاوضات، بدك تعيد الوفد اللي كان، لأنه هو الوفد الوحيد الفهيم بهاي القصة. ما يبدو فيه عادل لا هو ذاته، هو برئاسة العميد ياسين، هو ذاته وطلع من ال. وإذا طلع ما خلص فينا نكلفه، فيه يستدعى من الاحتياط ونرجع نكلفه برئاسة الوفد. يعني مثل حالة المدير العام للأمن العام. طبعاً هاي محلولة، هاي محلولة هاي القصة، لأنه بس يستدعى من الاحتياط بيرجع بيحمل الصفة العسكرية، ما فيها مشكل. هذا الوفد. بس السؤال الأهم ما حدا عم بيسأله، ليش الأمريكي وقف المفاوضات بالجلسة الخامسة؟ ليه؟ لأنه وقتها كان الأمريكي محطوط بجو من بعض المستشارين في محيط رئيس الجمهورية، ومن بينهم اللي كانوا عم بنسقوا الأنشطة والعلاقات مع الأمريكي. مين أصدق؟ إنه كلهم معروفين صاروا، ما نفوت بسجلات شخصية معهم بس معروفين بالأسماء. هودي وقتها بلغوا الأمريكي إنه تعا ديروشي، وقتها السفير ديروشي، إنه تعا والقصة جاهزة بس رايحين نوقع. لما راحوا لهونيك لقوا نفس المنطق عند الوفد بأنه نحن عنا الخط 29، وقام وقتها الدكتور نجيب مسيحي عمل شرح متكامل لرؤية لبنان انطلاقا من قانون البحار الدولي وشو حقوق لبنان. فقام الأمريكي طير الجلسة ورفع الآل وقال ما عاد في مفاوضات. ليش بيرتعب لبنان الدولي؟ عم بحكي السلطة، ليش بترتعب لما بقول الأمريكي ما عاد في مفاوضات؟ إيه مرحبا، وإذا ما في مفاوضات. طب بس هلا عايز إنه نحن مقاومة بعد 40 سنة، بعد 40 سنة انتصارات مقاومة، بعد تضحيات، بعد انتصار، بعد يعني قدرات غير يعني طبيعية، يعني أكثر من الطبيعية لدى المقاومة في تحدي العدو، ورغم ذلك. وسلطة من المفترض أنها حليفة لحزب الله، ورغم ذلك أنا بدي أرجع أتنازل للعدو. عن جد معادلة أنا ما عم بقدر أفهمها، يا ريت بيشرحوا لنا إياها الإخوان بقيادة حزب الله. شو هاي المعادلة اللي نحن منطلع صواريخ بحرية ومنهدد العدو ومنرعبه وما بينام
وبتركب بتروح مراكز الدراسات عنده، والمحللين والباحثين بيحط بيعملوا تقديرات للقدرات اللي حزب الله ولمخاطرها على إمكانية استخراج النفط والغاز، والسلطة تفاوض بالحد الأدنى وبالتالي تقدم التنازلات للأمريكي. أنا عم يصلي ردود إنه حضرتك عم تعطي شيء جو مش مزبوط، إنه أول شيء قال مين المستشارين اللي المقربين للرئيس؟ عندك أسماء؟ ما رح فوت فيهم، هلا حكينا عنهم هون قبل بمرة وطول. اللي سميتهم قبل؟ هني ذاتهم. قصدك مين؟ الوزير ياسر مصعب؟ هني ذاتهم. لأنه هو المستشار المكلف. ما رح أرجع. مين غير الوزير والله مصعب؟ ما رح أرجع للنقاشات معهم. بس هون عم يقولوا إنه ما في كتار منهم راحوا قعدوا مع ديفيد هيل وقتها بالسفارة وحكيناها هون عندك. وراحوا وقالوا له وقتها انه طمن بالك، صار تعديل ال 6433 المرسوم صار ورانا وما راح نعدله وماشي الامور، وهذا اللي صار. لو حكينا شيء ما صار كان فيهم يحكوا، بس هن عم بيوصلوا له هالصوره. طب ما بالاخر اليوم الرئيس عون مفوضه للوزير بوسعب بهذا الملف، مفوضه يصطفل منه لقاله ما بيعنيني. لك انا هو عم يحكوا من راسهم، بس بدنا نعرف استاذ محمد اذا في ناس هن من راسهم عم بيقرروا. انا زلمه طالع من الارض، ايه، بمنطقه كنت بمنطقه حساسه جدا ايام ما كنا بالحركه، ايه، مساهم على الارض مش بالتنظير بانتفاضه ست شباط وبالمواجهة اللي صارت بأكثر من محطة مع الاحتلال ومع الوجود الأمريكي في تلك المنطقة. أوكي، فأنا ما بغير موقفي. إذا حزب الله بده يسير هاي السلطة ويروح معاه هو حر، أنا ما بغير موقفي ورح ضلني أحكي من اليوم لالله يفرجها بأنه أي تفاوض لا يقوم على أسس صحيحة يمتلكها لبنان من خلال الخبراء الموجودين أنا راح أعتبره تنازل أخطر بكثير من 17 أيام. من سيلتقي أمس أوكشتاين بهالزيارة؟ هلا ما عنده برنامج صار معروف، بشوف وزير الطاقة، بيرجع بشوف اللواء عباس إبراهيم، بيرجع بشوف قائد الجيش وبشوف الرؤساء ثلاثة، وعلى الهامش بيعملوا له عشوات وقعدات وكذا. هيدول كل اللقاءات بمثلوا موقف من؟ موقف السلطة اللبنانية. من يمثل موقف حزب الله؟ ما حدا، هو الحزب هو بيعبر عن موقفه. ليه بدي شوف اللواء عباس إبراهيم؟ لا ما بعرف أنا، لكن ما يعني بدي أدخل اللواء عباس إبراهيم ليه؟ ما بدي أدخل ليش أو ما ليش. أنا بعرف بلتزم بالكلام اللي بقوله حزب الله دائما سماحة السيد، وهديك اليوم رجع عادة. من يعبر عن موقف حزب الله هو يا أنا يا حزب الله، يا أما قيادة حزب الله. ما عندنا شيء، لا اسمه ناس بيعبروا عن موقفنا ولا عندنا مصادر. طيب. وبالتالي حزب الله يعبر عن موقفه، واليوم هذا الفيديو هو تعبير عن موقف حزب الله انه هو حاضر في حال من المفترض هيك السلطه السياسيه انه تشد ركابها هلا. طيب بس وتقول لأمس هوكشتاين انت امامك خيارين، يا بناخذ حقوقنا كامله مش حق القانا هذه القصة السخيفة، يا بناخد حقوقنا كاملة وفق الرؤية اللي نحن حاطينها ومنروح على طاولة المفاوضات ورأسنا مرفوع وبوفد يحترم نفسه ووفد فيه رجال مش ناس رايحين خايفين من الأمريكي قبل ما يروحوا، أو بقولوا له روح واجه حزب الله اصطفل منك لإله. إذا في حدا إذا في رجال بهاي السلطة مين هو؟ بيتصرف على هالأساس ما بعرف. عم أقول ما فيك تقول لي ما بعرف، لما الرئيس بري بيقول نريد حق القانا كاملا، الرئيس تيار الوطن الحر جبران باسيل بيقول قانا مقابل كريش. بتضحك هوكشتاين بضحك على هاي المعادلة كمان، انه ليش عم تضحكوا على معادله لانه هاي لانه هاي لانه لانه يا لانه يا ست نانسي الاسرائيلي عامل مسح من الخط 1 للخط 29، عامل مسح كامل. لبنان ما عامل اي مسح بهذا الموضوع، وبالتالي انتم عم تحكوا عن حق القانا اللي مش ماسحينه ولا بتعرفوا حدوده ولا بتعرفوا وين واصل ولا بتعرفوا تفاصيله ولا بتعرفوا شو فيه بال 1430 كيلومتر مربع اللي عم نطالب فيهم، والاسرائيلي ماسحهم كلهم وعم بقول لكم بدي فوقهم انا
جزء من البلوك رقم 8، لا وبيطلعوا لك قصة سخيفة أكتر إنه الإسرائيلي بده إياه لحتى يمد أنابيب من هنيكي. ما بيعرفوا ما هي المشكلة، عم نتعاطى مع مجموعة جهلة صراحة، يعني ما بيعرفوا إنه وفقا للقانون البحار الدولي يحق لأي دولة بين هلالين كيان عدو كذا، هذا أمر آخر، عم نحكي دولة مسجلة في الأمم أو معترف فيها في الأمم المتحدة، يحق لأي دولة أن تمدد أنابيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة تانية شرط أن لا تهدد مصالح تلك الدولة. فبطلعوا لك خبريات وبصدقوها أنه لا، ما الإسرائيلي بدهم، لا بدهم البلوك رقم 8 لأنه الإسرائيلي بالمسح اللي عامله، وهذا كمان شيء افتراضي، أكيد بيعرف أنه في امتداد لحقول هو بتهمه، فبده يعطينا 20 كيلومتر بقانا ليأخذ 300 كيلومتر بالبلوك. بس برد من مصادر بيقولوا أنه من وعد السفير ديروشي والسفيرة الأمريكية بأن الوفد سيذهب إلى الناقورة ويعود إلى اتفاق الإطار ولا يبقى على موقفه بما يتعلق بالخط 29 هو قائد الجيش وليست مصادر رئيس الجمهورية، مستشاري رئيس الجمهورية بالأحرى. نانسي، أنا محمد عبيد عم بحكي على الهواء، مصادر ما مصادر ما بتعنيني، اللي عنده شيء مناقض لهذا الكلام يعني بتنفي أنه قائد الجيش نقل هيدا الجو؟ خليني أقول لك، أنا قلت كيف صارت هاي العملية، هايدي صارت بناء على طلب من رئيس الجمهورية أنه مصلحة الهيدروغرافيا بالجيش تحط له بدائل. بس ما كان سبقه أنه قائد الجيش بلغ هيدا الموقف؟ لا لا لا, لا حضرتك لا عم تنفي وعم تحط أنه هيك المستشارين طبعاً بالأسر طلبوا من طبعاً قيادة الجيش طبعا. وبالتالي مصلحة الهيدروغرافيا اجت قدمت البدائل لرئيس الجمهورية، وبناء عليه صار يقول رئيس الجمهورية أنه هذا الخط هو خط تفاوضي. طيب خط تفاوضي لوين بدنا نوصل؟ هذا المهم. على اي حال عشان ما ندخل الناس، هذا نهايته شغله بكره اليوم. اول شيء واصل هوكشتاين، راجعين على مفاوضات الناقوره، نقطه بدي امشي معك. لنشوف يمكن هلا هوكشتاين يقول انه انا ما بقبل بهذا التهديد اللي عم يعمله حزب الله من خلال هالفيديو، وما فينا نمشي بهاي الطريقه مثلا. يمكن الاسرائيلي يقول ما بده. حزب الله نشر الفيديو قبل وصوله بعد طبعا هاي رساله سياسيه، شو عم بيقول له؟ ما ترجع لبنان، هذا تهديد يعني للامريكا. طبعا ايه شو يعني عم نتخبى وراء اصبعنا؟ نحن عم نفاوض، نحن عم نفاوض عدو، وهوكشتاين هو الوسيط الذي ياخذ الجانب الاسرائيلي في التفاوض، وبالتالي الحزب عم يتعاطى مع الأمريكي ومع الإسرائيلي على أنهم فريق واحد، ما عم يتعاطى معهم على أنه هذا وسيط فعلا. وبالتالي عمليا بس الحزب هذه الرسالة هي رسالة، أول شيء كانت المسيرات إنذار أولي، هلأ هيدي لا، هيدي رسالة مباشرة أنه هذه السفن اللي انتو حطيتوها وبدكم تبلشوا تشتغلوا هي في مرمى صواريخنا، وبالتالي نحن امام تحدي جديد، او انتقل مستوى المواجهة الى مستوى اعلى بكثير من اللي كنا عليه. وما حدا يستبعد، معلش يمكن هالكلام يمكن ينزعج منه بعض الناس او الناس تخاف او كذا، ما حدا يستبعد انه إذا لم يرضخ الإسرائيلي للمطالب الحقيقية للبنان، مش هذا اللي هلأ عم نفاق حق القانا وكريش والحكي هذا، أنه وبدنا نشوف كيف رح تتدرج الأمور، بأن نذهب إلى شكل ما من المواجهات ولو محدودة، ما حدا يستبعد عسكرية، ما حدا يستبعد هذا الموضوع. هذا موضوع محتمل، لا هذا موضوع موجود على الطاولة عند قيادة المقاومة، بس هذا مش تهويل على يعني البعض عم بيقول هلا ساعتين ثلاثة حيوصل هوكشتاين، يعني إذا ما وصل هوكشتاين أساسا رح نرجع نسحب هالشريط لنشرة المساء على كل الأحوال. إذا ما وصل هوكشتاين يعني هذا تهديد، ووصل التهديد. إذا وصل هوكشتاين يعني البلد أو تحديداً حزب الله مفوض أمره للرؤساء الثلاثة وللمفاوضات السياسية، هذا شيء هذا شيء كل حكي خارج هذا الإطار هو تهويلي. هذا شيء بتكشفه الأيام،
ما فينا نحكي ساعات عنه هلا. عم نحكي بساعات صدنا. اوكي وممكن تكشفوا الايام بمعنى لوين رح نروح بموضوع التفاوض. بس من الاول انا عم اقول وبرجع بقول المقاومة في موقع عالي جدا من التحدي والتهديد للعدو للحفاظ على ثروات لبنان، والسلطة في موقع متدني جدا. من المفترض انه هاي السلطة اذا كانت فعلا سلطة حليفة لحزب الله ان ترتفع الى مستوى هذا التحدي. اذا ما ارتفعت معناته عم تاخذ من العدو الاسرائيلي شيء اقل بكثير من اللي كان حاصل عليه ب 17 ايار. واضحة عندي القصة. بالفيديو الذي عرض بعد المقاومة خلف الدولة، ولا هلأ عم بتقول لأنه ما بعد 31 تموز ليس كما قبله؟ هلأ بكلام سمعت السيد، لا بهيدا الفيديو شو عم بيقوله؟ لا ما هو سبق هذا الموضوع، سبق هذا الموضوع. لا ما هو هذا الفيديو ممكن أنه تستفيد منه الدولة، يعني بعدنا لحد اليوم مفاوضات تحت المسيرات. طالما ما في عمل هلأ انتقلنا، صارت المفاوضات تحت تهديد الصواريخ، انتقلنا من المسيرات صرنا بالصواريخ المباشرة، مفاوضات يعني تحت النار، يعني رجعنا لذات ممكن تكون توربيدات، هذه يعني توربيدات مائية، وبالتالي المفاوضات تحت تهديد الصواريخ. إذا أحسنت السلطة السياسية، بس المشكل وين؟ المشكل حتى من أول ما طرح الحزب فكرة، لأنه أنا ناقشت مع الإخوان بقيادة الحزب هذا الموضوع أكثر من مرة، أنه أنتوا لما طرحتوا أنكم خلف الدولة، أي دولة؟ ما هيدي الدولة ولو كان فيها حلفائكم، مش هي الدولة اللي جوعت الناس؟ مش هي الدولة اللي سرقت ونهبت المال العام وأموال المودعين مقيمين ومغتربين؟ مش هي هيدي الدولة اللي أذلت الناس ووقفتهم على محطات البنزين وعلى الأفران؟ مش هي هاي الدولة اللي شعبها عم بيموت على أبواب المستشفيات أو بيرملوا 10 صيدليات ليلاقي دواء شبيه أو أو أو؟ مش هي هاي الدولة اللي أسقطت نفسها، فرطت عمليا الدولة؟ مش شايفين شو عم بصير بالقطاع العام اليوم بالإدارات والمؤسسات؟ شو كان جواب الحزب؟ فأنا من الأول كنت الحزب كان تحت عنوان أنه أنا أولا لا أعترف بحدود مع العدو، مع كيان دولة كيان العدو، هي أولا، وثانيا أنا لا أفاوض، وأنا كان ردي بكل صراحة. بس الحزب فاوض بطريقة غير مباشرة في موضوع الرهائن أكيد. عبر الوسيط الألماني، وأنا كنت أفضل أن يكون الحزب هو المفاوض على الترسيم بطريقة غير مباشرة بعدين الحزب لما طلع بناء على القدرات اللي اكتسبها بموضوع التفاوض، لأنه كل أركان السلطة اليوم وكل أزلام اللي عم يشتغلوا بهالملف هن هواة ما بيقروا ما بيطلعوا. محمد كيف لا يعترف يعني بهذه الدولة أو بهذا الكيان كدولة بوقت لما طلع الأمين العام لحزب الله سيد نصر الله قال نحن خلف الدولة، كانت الدولة تفاوض العدو الإسرائيلي وكانت قاعدة جلسة واثنين وثلاثة، ومن يفاوض هو الجيش المؤتمن على حماية سيادة لبنان وحدوده. ما عم نحكي بشيء كان عم بيصير. لا ما فينا نضلنا عايشين انفصام، يعني كل مرة يعني نحن نركب مثل ما بيقولوا. لا ما في حزب الله، كل مرة يقنعنا برواية انه يعني فجأة ما عرفنا بالفخوري، فجأة الفخوري صار بلبنان. لا في شيء كمان، مش انا اللي عايش انفصام، بطل الحزب بهذا الموقف هو الذي يعيش حالة انفصام سياسي مش انا. ما بندفع ثمنها نحن. خليني اقول لك، بس خلينا نوضح شيء عشان كمان ما تبين القصة، بس لأنه أنا تعاونت أنا وياهم واطلعت على كل تفاصيلهم. الجيش يضع الخرائط والاحتمالات وفقا للقانون الدولي بناء على طلب السلطة السياسية، بيقدم هالمعطى للسلطة السياسية، السلطة السياسية بتقوله بتفاوض. أنا ما بدي أخذ هذا الخيار، بدي أخذ هذا الخيار اوكي، وبدي روح على المفاوضات على اساسه. اول مره راح الوفد المفاوض، وثاني مره وثالث مره ورابع مره وخامس مره راح الوفد المفاوض على الجلسات بالناقوره، كان حامل ورقه وحده هي الخط 29 بناء على طلب السلطه السياسيه. بعد الجلسه الخامسه تغير موقف رئيس الجمهوريه وصار يعتبر الخط 29. طيب شو بتقول اذا بقول لك انه هيدا الموقف اللي صدر عنه بجريده الاخبار وقتها كان حزب الله على علم به، كما انه حزب الله على علم بكل تفصيل بما يتعلق بالمفاوضات اللي كانت عم تصير بالناقوره وصولا الى اللقاءات اللي كانت عم تكون مع الوسيط الامريكي
خارج اللقاءات الرسمية، يعني خارج الإطارات الرسمية من عشوات ومن لقاءات مع مستشارين، كل خطوة بالمفاوضات كان مطلع عليها حزب الله. شو بتقول حضرتك؟ أنا بتقول لا ما كان مطلع؟ لا كان مطلع. أنا مش حزب الله حتى لي أعبر عن موقفهم أو دافع عنهم. وبرجع بقلك أنا عندي سؤال عميق لحزب الله، كيف يسكت عما تقوم به هذه السلطة السياسية من تنازلات بعد 40 ربيعا من المقاومة والانتصارات؟ وهذا الجواب بده يجاوب عليه حزب الله مش أنا، ويمكن ما يجاوبه ويسكتوا هن حرين. بس بالنسبة لي ولكتار حاملين لواء هذا الموضوع، ما رح نتراجع ورح نضلنا نحكي بالإعلام وبالسياسة وبالمواقف وبالسوشيال ميديا وبغيرها، لنضل نقول انه في مطرح في مكان ما هناك تنازل يصل الى حد المؤامرة على حقوق لبنان في الثروات من النفط والغاز. بس هون بتقول انه حضرتك من الناس رح يصيروا من المحبطين. أنا؟ لأنه لا، ليش من المحبطين؟ لأنه حزب الله دخل لو عصر لو التسويات. لو محبط يعني عصر التسويات صار واضح. لو محبط كنت سكت وكنت انزويت، مش محبط. بعدك عم تراهن على آخر ال على آخر نفس. عم راهن على اليوم إذا بيصل الوسيط الأمريكي. عم راهن على المقاومة. ما عم راهن على تحالفات حزب الله السياسية. عم راهن على المقاومة وعلى إجماع اللبنانيين أو جزء كبير من اللبنانيين على أن لبنان يجب أن يستعيد حقوقه من النفط والغاز. هو اللي عم راهن عليهم. على أمل. أنا بدي أشكرك لهون، نوصل لنهاية لقائنا. القيادي المدير العام السابق في لوزارة الإعلام حمد عبيد، بدي أشكرك جزيل الشكر. بس بنهاية الحلقة رح أدخل إلى فاصل إعلاني، لأنه من بعد الفاصل رح يكون معنا موقف يشرح ما هو موقف الدولة اللبنانية وما هي اللقاءات أو الموقف اللي مفروض اللقاءات تتضمنه مع أمس هوكشتاين، موقف وزير خارجية الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب، باتصال بعد فاصل إعلاني. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، وبمتابعة لحلقة الحدث اتصال مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب للاطلاع منه على موقف لبنان الرسمي المفترض أن يتظهر من خلال لقاءات المسؤولين اللبنانيين مع الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين، والتي من المفترض أن تبدأ من بعد ظهر اليوم. صباح الخير دكتور عبد الله أبو حبيب. أهلا وسهلا فيك. الحمد لله دكتور. بالبداية مفروض أموس هوكشتاين وصل إلى لبنان اليوم بعد الظهر، مظبوط؟ صح. أبرز لقاءاته رح تكون مع؟ مع الرؤساء الثلاثة، مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة. لكن بكرة بتعرف في يوم الجيش كمان، فرح تكون متأخرة. ورح يسمع بناس ثانية، رح يسمع نائب رئيس المجلس يعني دوت رئيس ياس بصعب، وراح يسمع معنا بالخارجية وبالدفاع، راح يسمع مع الكل بعدين. والكل راح تكونوا على موقف واحد، هيدا اللي هو الرهان اليوم. هل لبنان عنده موقف واحد؟ صدقي أو لا تصدقي، في موقف واحد لكل هالمسؤولين اللي كان. الموقف هو بالمفاوضات. المفاوضات ما بنقدر نحكي عنها، بس متفقين كلنا عليها، خاصة الرؤساء الثلاثة، يعني اللي أهم هن أصحاب القرار ومتفقين عليها. والمفاوضات ما بنعطيها، بالآخر بتطلع النتيجة، وكان مجلس النواب أو الشعب اللبناني هو اللي بيحكم على النتيجة. حضرتك قصدك تقول عودة المفاوضات إلى الناقورة؟ ما قال الرئيس بربي هيدي، إذا وصلنا لهوني بتعود للنقورة طبعا. طيب مع ذات الوفد، بمعنى الشكل الوفد هو الوفد العسكري والتقني اللي كان موجود، مظبوط؟ هيك ما بعرف أنا. رؤساء ثلاثة هني بقرروا فيها هيدي. طيب هيدا الكل بالوقت الحاضر في
أمس قشتين جاية ورح يسمع معهم، رح يعطينا الرد لاقتراحاتنا. بجوز تكون رد أخير أو بجوز تكون نحن نرجع نرد مرة ثانية، هي مفاوضات وماشي. بس اليوم يعني مع الوزير هذا الكلام يتزامن مع فيديو أطلقه الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية حزب الله وعنوانه تحت المرمى، يعني وهو فيديو تهديدي للعدو الإسرائيلي الذي يقوم بعمليات الاستخراج والتنقيب بالبحر. هيدا الفيديو رح يأثر على زيارة هوكشتاين؟ يعني أنتم شو بدكم موقفكم كدولة اليوم؟ لا ما رح نعطي موقف على فيديو عبي ماشي كان حطته المقاومة عن جد أو محطوط باسمها. نحن في حكومة، نحن عم نشير كل الشعب اللبناني ورئيس المجلس معنا كمان، ومع طبعا مع الحكومة متفقين عليه الرؤساء الثلاثة، وما في مشكلة أبدا، ما في مشكلة مع المقاومة ولا في مشكلة ما حدا. في مشاكل كثير، في كثير ناس ما يمكن ما يوافقوا على الأشياء اللي بتوصل عليها، بس هيدا قرار حكومي. يعني ما بتعتبروا هيدا الشيء بيمثلكم؟ مش انه انتم عم بتهددوا هوكشتاين بزيارته، ما رح تعتبروها يمثل موقف الدولة اللبنانية هذا الفيديو؟ لا لا طبعا طبعا، نحن اخذنا موقف من المسيرات وعرفت موقف طبعاً كدولة عم نحكي. ما رح يحملوك مسؤوليته كموقف شخصي، يعني هلا يصير الهجوم عليك انه شو هو وزير الخارجية ما بيمثل موقف لبنان. هيدي بتعرفي برهنت انها خطا، لان انا مش فاتح في كان حسابي بوزاره الخارجيه. فمش من عندي، ما بحكي من عندي اياتي. مع الوزير كمان في اليوم انقسام بالبلد، انه شو اللي بده اياه لبنان؟ بده خط 29، بده خط 21، بيعتبر 29 برساله ارسلها وزير الخارجيه الى الامم المتحده بانه منطقه ما يعرف بكريش هي حقل متنازع عليه، اليوم بيتراجع لبنان، ليه هذا الموقف هيك متخاذل عم يوصفوا البعض؟ في خلاف، في خلاف بكل دوله، في خلاف بس بكل دوله، في دوله، في دولة، في حكومة هي بتاخذ القرار وبعدين بتجي الانتخابات يسقطوها إذا مش عاجبهم القرار، بس في دولة بتاخذ قرار، مش والآراء مرحب بها يعني بتسمع عليها والناس عارفينها، مش يعني الرؤساء الثلاثة هن أصحاب القرار أكثر ما هي مجلس الوزراء بهالشأن هيدا، وهيدا القرار هن يعني دولة بتاخذه، مش نظريات بتاخده حتى لو كانت نظرية صعبة أما نظرية مصيبة يعني. طيب بس من الدولة، الدولة نفسها مثل الديمقراطية. مزبوط، بس حضرتك عم بتقلي الدولة، طب ما في رسالة أرسلها وزير الخارجية إلى الأمم المتحدة حضرتك بتعرفها بتاريخ 1/21 بيعتبر فيها. أنا بسيطة ما بحكي عن 29 ولا شيء. طيب ما فينا كل مرة ناخذ موقف. لا لا ما ابدا ما قلت 29 ولا قلت 29. لا ما قلت، بس اعتبرت انه كريش متنازع عليه. قبل ما اعتبرت كل المنطقة المتنازع عليها هيدي، قلنا اسرائيل ما بتاخذ اي غاز والمنطقة المتنازع عليها. قلنا انه صار على اتفاق قبل، انا ما قلت هيدي حدودنا هون اما حدودنا هونيك، ما قلت ابدا هالشيء هذا. لا حدودنا واحد اللي هن الاسرائيليين مطالبين فيه اصلا، ولا 29 ابدا ما قلت هالشيء هيدا، وعم بيقولوه للبيان هيك اشياء. وبعرف انا ليش عم بقولوه، بس بجوز تطلع 29 بس انا ما قلت 29. مع الوزير اخيرا بتقولوا للبنانيين البلد رايح على حرب او البلد رايح على مفاوضات، مهما يعني حضرتك كمان يعني صحافي ودبلوماسي وكلهم في بتجمعهم، بتقلنا نحن هاي مفاوضات تحت النار ولا فعلا ذاهبون الى حرب؟ ما انت قلتي هلا انا وزاره خارجيه ودبلوماسيه شو معناتها؟ مفاوضات مش هيك؟ نحن مع مفاوضات على طول، مهما علت التهديدات عم بتقول مفاوضات، نحن مع الحرب. فانا متفائل، مش لانه عندي النتائج اللي جيبهم معه امس او سنين، لا متفائل انه شو عم بيقولوا الامريكان وشو عم بيقولوا المتحدين، متفائل مش معناتها هيدي حتما حتوصل لاتفاق، ابدا ما معناتها هيدي. وكل حديث هذا حديث مثل بقولوا يعني عم بينقال انه لبنان عم بيرضخ لانه عم بتصير هالمفاوضات تحت ضغط التهديدات بالعقوبات الامريكيه.
ما هيدي ما بتأثر على حدا، ما مأثر على من المسؤولين خايفين على حالهم من العقوبات. لا ولا أنا ما حسيت، لا المسؤولين حاسين ولا حدا حاسس على حاله. هيدي أشياء ما لها طعم تنقال. هيدي في دولة أخذت قرار، في حكومة أخذت قرار وهي بتمشي، وفي معارضة دائما. أهلا وسهلا بالمعارضة، يمكن المعارضة عم تساعد الدولة إنك تأخذ قرار وإنك تفاوض لصالح لبنان. انت عم ساعدها، انتبهي. ما عم اقول لا، انا مش عم سكتهم، ما بدي هون يسكتوا. اوكي، شكرا لك وزير الخارجيه والمغتربين دكتور عبد الله الحبيب، شكرا جزيلا على هذا الموقف اللي حضرتك بتعكس فيه كما ذكرت موقف الدوله اللبنانيه ممثله بالرؤساء الثلاثه. اذا مشاهدينا نحن هون نوصل لنهايه حلقه الحدث، شكرا لحسن المتابعه، الى اللقاء غدا في حلقه جديده من الحدث.